حاجة تانية كمان عايز اتكلم عليها قبل ما اتكلم بقى على تدريبات الاهلي وازاي الفريق بيستعد للقاء انبي. قرعة دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدرالية دور المجموعات. خلاص امبارح الاهلي خلص مباراة الدور التمهيدي الثاني، ولكن قرعة دور المجموعات الجمعة اللي جاية يوم 6 اكتوبر، والقرعة هتتعمل في جوهانسبرج في جنوب افريقيا، وده خبر رسمي وقرار رسمي. يمكن الكاف هيعلنه خلال 24 ساعة او 48 ساعة، ولكن من الكواليس دايما بنبقى معاكم بكل التفاصيل قبل ما يتم اعلانها رسميا، ان القرعه ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه في جوهانسبرج، لكن التوقيت لسه لم يتحدد. خلال ساعات هيتم تحديد التوقيت، هل القرعه تكون في الظهيره يعني ولا ممكن تبقى في المساء، وغالبا بنسبه كبيره هتتعمل القرعه في مقر احدى القنوات الرياضيه الكبيره، شبكه كبيره جدا في جنوب افريقيا هي اللي هتشرف وهتبقى مسؤوله عن الاجراءات الاداريه لتنظيم القرعه باشراف بالتاكيد من مسؤول المسابقات في الاتحاد الافريقي. طيب الأهلي تأهل بالأمس، الأهلي مصنف التصنيف الأول، الأهلي أساساً تصنيفه رقم واحد على كل الأندية الإفريقية، ففي حال تأهل الترجي والوداد وصن داونز مبارياتهم كلها النهاردة هيبقوا كلهم مع الأهلي في المستوى الأول، فبالتالي الأهلي منذ فترة طويلة يعني جداً لأول مرة هيلعب دور المجموعات دون تواجد نادي صن داونز معاه، يعني صن داونز مش هيكون موجود مع الأهلي في دور المجموعات، خلاص؟ الزمالك مش موجود، الرجاء المغربي مش موجود، نهضة بركان مش موجود، فبالتالي اللي بيقرب من التصنيف بعد الأهلي والوداد والترجي هيكون مامولدي صن داونز. فالأهلي، الترجي، وداد، صن داونز دول كلهم تصنيف أول. التصنيف الثاني تصنيف قوي جدا، أنا هتكلم على الفرق دي خلاص في حال تأهلها. بيراميدز تصنيف ثاني، يعني بيراميدز امبارح كسب الجيش الرواندي 6-1 وأصبح حاليا في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لأول مرة. بيراميدز بنتائجه في الخمس سنوات الأخيرة هيكون تصنيف تاني، مع مين في حال تأهلهم؟ شباب بلوزداد، سيمبا التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي. التلات فرق دول هيلعبوا النهاردة، بلوزداد، سيمبا، بترو أتلتيكو هيلعبوا النهاردة، في حال تأهلهم هيكونوا تصنيف تاني مع بيراميدز. فوارد جدا بيراميدز تقع أو يقع بيراميدز مع الأهلي في دور المجموعات. طب لو نروح على التصنيف التالت، برضو فرق قوية بنتكلم في حال تأهلهم، يعني مازيمبي الكونغولي، حورية كوناكري الغيني، الهلال السوداني، يانج افريكانز التنزاني. في حال تأهل الاربع فرق دول هيكونوا تصنيف ثالث، فوارد جدا ان يكون في فريق عربي ايضا مع الاهلي زي الهلال السوداني، فبالتالي انت بتتكلم وارد جدا ان يكون فرق عربيه مع الاهلي في دور المجموعات. طبعا يانج افريكانز لو خسر من المريخ ساعتها ممكن اسيك ميموزا هو اللي يصعد للتصنيف الثالث، في حال ان اسيك ميموزا يكسب اهلي بنغازي، ودي مباراه هتتلعب بكره في دوري ابطال افريقيا. التصنيف الرابع تأكد ان بطل بتسوانا يانج جالاكسي دول موجودين في التصنيف الرابع. امبارح اقصوا اورلاندو بايرتس ودي كانت مفاجاه، تعادلوا ايجابيا بعد الفوز في بتسوانا 1-0 وخسروا في جنوب افريقيا 1-0 في تعادل في النتائج، لعبوا ضربات جزاء وبطل بتسوانا كسب 5-4 بركلات الجزاء، وبالتالي بطل بتسوانا جالاكسي اصبح حاليا في التصنيف الرابع. مين ممكن يكون في التصنيف الرابع؟ نوازيبو الموريتاني ممكن يحقق مفاجأة ويصل للدور القادم لأنه كسب على أرضه 3-0، فصعب جدا يخسر خارج أرضه 4-0، لكن نوازيبو الموريتاني وارد جدا يكون متواجد في دور المجموعات لأول مرة مع بطل بتسوانا، ودول هيكونوا في التصنيف الرابع. في فرقتين ممكن يكونوا مفاجأة في التصنيف الرابع، النجم الساحلي، النجم الساحلي في حال فوزه على الجيش الملكي، أو الجيش الملكي في حال تخطي النجم الساحلي. دي مباراة هتتلعب النهاردة في المغرب، هتتلعب تحديدا في مراكش. النجم الساحلي كسب لقاء الذهاب في سوسه 1-0، النهارده الجيش الملكي لو كسب هيبقى في التصنيف الرابع، طب النجم الساحلي لو كسب هيبقى في التصنيف الرابع، ففي فريق عربي مؤكد في التصنيف الرابع، معاه كمان اسيك ميموزا زي ما قلت لو اسيك تخطى اهلي بنغازي الليبي، فبالتالي انت ممكن تلاقي المجموعات يعني 100% مجموعه عربيه، اهلي، بيراميدز، الهلال، النجم الساحلي او الجيش الملكي المغربي. عموما مش هنسبق الاحداث، هننتظر نتائج مباريات اليوم ومباريات الغد، والقرعة إن شاء الله الجمعة اللي جاية في جنوب إفريقيا وتحديدا في جوهانسبرج، ونتمنى التوفيق يا رب للأهلي في هذه البطولة. دور المجموعات على فكرة مش بعيد، القرعة 6 أكتوبر، لأن أول لقاء هيكون 24 نوفمبر، أول لقاء 24 نوفمبر، وفي أربع مراحل في دور المجموعات هيخلصوا قبل كأس الأمم، فالاتحاد الإفريقي بيسرع شوية في وتيرة المباريات والبطولات خلال الفترة الأخيرة. عايز أكد كمان على حاجة، إن الأهلي عمل رقم قياسي كبير جدا 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 في دوري ابطال افريقيا. انتوا بتتكلموا على ان البطوله دي
من اول نسخه 97 لما اتغير نظامها وتطبيق دور المجموعات لغايه نسخه 2023 الاهلي تاهل لدور المجموعات 21 مره. 21 مره. ارقام قياسيه الاهلي هو اللي بيضربها لنفسه، يعني مفيش فريق بيقرب من الاهلي. يعني مثلا 97 98 الاهلي لم يشارك. 99 2000 كان نظام التاهل لدور الثمانيه مجموعتين اربعه واربعه، والاول والاول بيلعبوا فاينل. فساعتها الاهلي لما 99 و2000 وصل دور المجموعات. 2001 كان البطل. 2002 دور المجموعات. 2003 لم يشارك. 2004 خرج من دور ال 32. 5 6 البطل، 7 كان الوصيف امام النجم الساحلي، 8 كان البطل. فلو بتتكلموا على المشوار لغايه 2023 كلها ارقام قياسيه مع النادي الاهلي، 21 مره تاهل الى دور المجموعات. اخر مره الاهلي لعب في الكونفدراليه ومن وقتها في دوري الابطال وفي المجموعات بنتكلم من 2015 حتى 2023، يعني نتكلم في 9 نسخ متتاليه الاهلي يصل الى دور المجموعات وبيلعب بشكل متكرر في دوري ابطال افريقيا. لو بتتكلم بقى على النهائي احسب بقى من 2016 ل 2023 انت بتتكلم الاهلي ممكن يكون لعب 5-6 نهائيات في اخر مثلا 7-8 نسخ، يعني مفيش فريق بصراحه بيقدر يحقق الارقام القياسيه اللي الاهلي حققها خلال هذا الموسم.